عايش. فإذا هذه الأمة وأمجاد هذه الأمة لن تعود إلا إذا عادت إلى كتاب ربها وفهمت ما في كتاب ربها وطبقت ما في كتاب ربها واتبعت سنن نبيها عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك فهي أحلام وردية، أحلام وردية، هكذا هو الواقع، أحلام وردية لن تتحقق، لن تتحقق، لا فلسطين ولا العراق ولا غيرها ولا إخواننا المسلمين الروهينجا. هذا الإذلال والذي حصل ما كان سيتجرأ البوذيون على المسلمين إلا بسبب بعدنا عن كتاب الله. والتقيت بأحد الدكاترة في ماليزيا وهو من زار والتقى بالمسلمين، فقال لي إياها بصراحة، قال كيف تتوقع من هؤلاء أن تكون لهم عزة وهم قد ابتعدوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، يعيشون كما يعيش أولئك، بس ما بقي من الإسلام إلا الاسم وارتباط فقط يعني بسيط هكذا. يقول وصلت الذلة، الذلة أن البوذي يقول للمسلم ابقى هنا أنا ذاهب لأتي بسلاح فأذبحك، والله يقول يجده واقف في نفس المكان ويجي يذبحه مثل الخروف. هذا يخبرني رجل عايش الواقع وذهب وهو متابع لهذه يعني هذه المأساة، يقول لهذه الدرجة، يقول له أنا الآن سأذهب وأتي وأذبحك ويبقى ويجد المسلم في نفس المكان فيذبحه. يقول أين يعني حتى الدفاع ولو بالأيدي ولو بالحجارة ما في، ذلة عجيبة غريبة، لأنهم بعدوا عن كتاب الله، وبعدوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى فأصبح كذا. هل معنى ذلك نحن نقول يستحقون؟ لا والله، ليس في كلامي ما أنا أقول إنهم يستحقون، كما وإنما هي رسالة إلينا نحن، كما أصابهم إن لم ننتبه ونعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى سيصيبنا ما أصابهم. عند الله سبحانه وتعالى ماشي واسطات، ماشي أنت عماني وأنت ما أدري إيش، ماشي تبتعد تذل. لذلك هي رسالة إلينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى في ملبسنا، مأكلنا، مشربنا، منامنا، حياتنا، نمط حياتنا لابد أن يكون نمط إيش؟ الدين فقط، أما غير ذلك فهي أوهام.